بدوره ثمن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز دور مصر البناء في محاولة حل الأزمة في غزة، مشددا على ضرورة إعادة فتح الممرات الإنسانية والمعابر لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية. أود أن أبرز دور مصر ودورك الشخصي منذ شهرين وأنتم تعملون بشكل حثيث على إعمال السلام وتطوير السلام في الشرق الأوسط وأن يعود الجميع إلى ما كان عليه قبل الأزمة. هذا هو هدف إسبانيا ونحن نصفق لكم لإنجازكم لمهمتكم إلى جانب قطر وبلدان أخرى في هذه اللحظة التي فيها مشكلة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. إسبانيا ومصر لهما رؤية مشتركة وهي التي تحدثنا عنها في هذا الصباح، وهي أي الرؤية أن نعمل سويا لأجل السلام. الآن من الضروري أن نوقف الحرب في غزة والعمليات العسكرية في رفح الآن.